شلون يجوا مطربين يغنوا هون ولا كنت عملوا هون في كان الأول هذا كان لب احنا الان بحي الدوار البرازي، وهذا الدوار البرازي، وخلف الكاميرا هون في سجن اسمه كان المصرف الزراعي. كان الدواعش يجيبوا البساجين يعلقون هون على الدوار البرازي، الدوار الخلفي هذا، يعني ياما ذبحوا فيه ناس ابرياء. واثناء الصبح يعني الساعه 8 9 كان في فرن هون بالشارع وراي، خلفي بالشارع بفرن، باثناء يكون الناس عم تاخذ الخبز كان عم يذبحوا العالم هون الابرياء هون. طبعا وبيجي الشرعي تبعهم شيخ تبعهم كان اسمه الشرعي تبعهم بيجي هون مشان بيحكموا المدنيين والاهالي مشان يتفرجوا على الشخص اللي ذبحوه هون على هالسيبه هي الدواعش.